خليني ارحب بسيادة اللواء ايمن عبد المحسن معانا على التليفون، حزب حماة وطن. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بيك يا استاذ عزه. اهلا بحضرتك. واهلا بمشاهدينك الكرام يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا بيك فندم. فندم، على ارض مصر النهارده الحقيقه الحوار الوطني الفلسطيني بنتكلم فيه 15 فصيل وقوى وطنيه، شايف ده ازاي؟ احنا فندم مصر او الدوله المصريه بتضع القضيه الفلسطينيه على اولويات اهتمامها على طول يا فندم، وتستمر في جهودها لتحقيق التوافق الفلسطيني الفلسطيني. نعم. ولان استمرار جمود القضيه الفلسطينيه ده طبعا بيخدم الجهات والتيارات المتشدده في المنطقه. نعم. وبيعزز نفوذها. نعم. وبيعطي مصداقيه لتوجهاتها المناهضه للنهج السلمي لتسويه القضيه الفلسطينيه. نعم. نعم. احنا عندنا مصر يا فندم بتسعى من خلال الحوار الفلسطيني الفلسطيني اللي بدا جلسته الاولى ده خلال شهر فبراير الماضي. نعم. باستضافه حوالي 13-14 فصيل فلسطيني. كان الهدف منه يا فندم هو تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينيه. نعم. ومحاوله توحيدها للصالح العام الفلسطيني. حاليا دلوقتي دي الجوله الثانيه. نعم. ويشارك فيها زي ما حضرتك اشرتي حوالي 15 فصيل بالاضافه للجنه الانتخابات المركزيه والمجلس الوطني الفلسطيني. نعم. لا. احنا شايفين ان الملفات اللي ممكن هتطرح هي هتستمر. أيوة. جوله المفاوضات ده فندم هتستمر لمده يومين النهارده في القاهره ان شاء الله. نعم. احنا شايفين الملفات اللي ممكن ملفات هامه جدا ده قبل اجراء الانتخابات. لان السلطه الفلسطينيه داخله على انتخابات تشريعيه وانتخابات رئاسيه ومجلس وطني فلسطيني. ايوه. الانتخابات التشريعية يا فندم ده بعد فترة طويلة مش كده؟ بعد حوالي 14 سنة فندم. 14-15 سنة. 14 صحيح. سنة من الانقسام. نعم. الفلسطيني. صحيح. وال 14 سنة دول أسفروا عن إن في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. بالإضافة إن في جهازين شرطة، جهاز في قطاع غزة. نعم. بيتبع حركة حماس. نعم. والآخر في الضفة الغربية يا فندم ويتبع السلطة الفلسطينية اللي هي المعترف بيها. نعم. احنا الهدف من اللقاءات زي ما احنا قلنا لحضرتك ان هم تقريب وجهات النظر. مشاركة لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الممثلة في رئيسها التنفيذي هشام الحسكي. الهدف منه هي وضع الضوابط الأمنية لإجراء الانتخابات. نعم. لأن حضرتك كما تعلمي ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أصدر مرسوم رئاسي. أيوه. بإجراء الانتخابات التشريعية. أيوه. والانتخابات الرئاسية، إجراء الانتخابات التشريعية دي هتبقى في خلال شهر مايو القادم. مايو القادم. مايو القادم. نعم. تتوقع النجاح لهذا التجمع الفلسطيني لأول مرة في ظل الجهود المصرية الحثيثة وإن هي تحاول توفق التوافق الفلسطيني. انا بتوقع فندم ان في قبول رغم ان في مشاكل في حركه فتح. حركه فتح في مشاكل وانقسامات محدوده في حركه فتح فندم. الانقسامات دي ان فيها تيار اصلاحي. ده غير الانقسامات اللي موجوده ما بين فتح وحماس. ده غير الانقسامات اللي موجوده ما بين فتح وحماس. نعم. احنا يهمنا في الاخر خالص يا فندم عايز اقول لحضرتك ان الساحه الفلسطينيه بتشهد حالة من الارتباك السياسي، ونأمل أن تشهد الساحة الفلسطينية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني. نعم. وتجديد شرعية الأطر والمؤسسات الفلسطينية. نعم. عشان يستعدوا لإجراء إجراء عملية السلام أو التفاوض في عملية السلام. أيوه. وده اللي احنا بنسعى إليه يا فندم لصالح. نعم. الفلسطيني. نعم يا رب. أنا عايز أقول لحضرتك إن الدعوة بتاع الرئيس محمود عباس أبو مازن لإجراء انتخابات تشريعية. أيوه. تحديدا يوم 22/5 والرئاسية يوم 31/7. أيوة. واستكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني اللي هو بيضم جميع أطياف الفلسطينيين في الداخل والخارج. ده إن شاء الله مقرر لها 31/9 إن شاء الله فنه. نعم. نعم يا رب إن شاء الله. يعني مصر طول الوقت بتشتغل على وحدة
القوى الفلسطينية وأيضا لم الشمل الفلسطيني. يعني نتمنى أن الخروج النهاردة وبكرة من هذا الحوار يكون بخطوات إيجابية وواضحة. بشكرك فندم، شكرا جزيلا.